هاي يا حلوين، كيف كنش أخباركن؟ أوكي، سو اليوم بدي كمل فقرة كيف تحبوا حالكن. هن كلهم عبارة عن 9 نقاط إن شاء الله بآخر الفقرة يلي رح تكون بكرة. رح تكونوا داخلين على السنة الجديدة بتفكير جديد، بعقلية جديدة، ويمكن تتعلموا شوي كيف تحبوا حالكن مشان تغيروا حياتكن. فهن 9 نقاط، أنا حكينا عن 5 وحكيت عنهم كلهم بالتفصيل، رح تلاقوا عندي بالبروفايل. حكيت عن إمتى تقولوا لا، ما تقارنوا حالكم بحدا تاني، اكتبوا إنجازاتكم، وقفوا مع حالكم أو دافعوا عن حالكم، أوكي، واحكوا بلطافة مع حالكم. اليوم رح أحكي عن نقطتين كمان، يلي هي اطلبوا المساعدة وقت تحتاجوها، وتاني واحدة أنه يكونوا الناس اللي محاوطيكم ناس منيحة يأثروا عليكم بطريقة حلوة. طبعاً رح أحكي عن هدول بالتفصيل أكتر، بس هدول هنا نقطتين رح نحكي فيهم اليوم. فمثل ما دائماً بذكركم يكون معكم ورقة وقلم، تكتبوا كل النقاط أو تكتبوا الأشياء اللي بتحسوا أنه أنتوا ناقصين من هاي الناحية ومن هذا الموضوع، مشان تقدروا تتعلموا شي جديد أو تغيروا شي بحالكم. أول نقطة اللي بدي أحكي فيها اللي هي طلبوا المساعدة وقت تحتاجوها. هلأ زمان أنا كنت مثلاً وقت عاني بشغلة أو علق عن شغلة، كتير 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 كنت شوفها كتير علي أني أنا أطلب المساعدة. ما بعرف ليه، بس يمكن نزرع بدماغ مخنا شعور انه اذا رحنا طلبنا المساعده يعني نحن ضعاف، او نحن ما بنفهم، او يمكن نحسس اللي مقابلنا انه نحن ما بنفهم. بس بعدين مع الوقت اكتشفت انه غلط هذا الشيء. وكمان خصوصي بهي الفتره كثير عم نسمع عن independent woman، وانا هي يعني هي بدي اكتبها عندي لانه هذا الموضوع كثير مستفز، اوكي، لانه كثير عم ينفهم غلط، اوكي، يلي هي الاندبندنت وومن، انه هي بتقدر تعمل كل شيء لحالها وما بدها مساعده حدا، والرجال يعني مو مهم بحياه المراه والى اخره. فهذا موضوع بنركز فيه بعدين، بس حسيت انه لهم علاقه ببعض، اوكي. ف كثير من العالم بحسوا انه انا لا بقدر اعمل كل شيء لحالي، ما في داعي اني اطلب مساعده، وانا بنت قويه وانا ما بعرف شو. هذا كله بدنا نمحيه من القاموس. ان كنتوا تطلبوا مساعده ما معناته انه انتوا اضعاف، بالعكس، اذا انتوا عانيتوا بشغله او خلص وصلتوا لحد انه انتوا حاولتوا مع حالكم، حاولتوا تحلوها بحالكم، بس وصلتوا لمرحله انه done it's blocked in your face، ما عاد تقدروا تمشوا خطوه لقدام، هون فيكم تستنجدوا بحدا انتوا بتحسوا بيفهم هالموضوع. طبعا ما تروحوا مثلا تسألوا حدا ما بيفهم ابدا هذا الموضوع، لنقول مثلا عم بتحلوا واجب ماث، اوكي، بعدين تروحوا عند حدا ما بيفهم بالماث ابدا وعم تطلبوا مساعده، لا، هون ما رح تستفيدوا شيء ابدا ابدا. مو غلط الواحد يطلب المساعده، بالعكس، في لها فوائد كتير حلوه، ويمكن انتم ما بتعرفوها بس هي مثبته علميا، وراح اعطيكم اياها. هن 3 انا كاتبتها عندي هون. اول وحده انه بتخفف من الستريس، اوكي، من التوتر. كيف يعني؟ انتم مثلا بتكونوا علقانين بموضوع ومو عارفانين تحلوه، فبتتجهوا لحدا بيفهم بهذا الموضوع او بتحسوا انه يمكن يعطيكم الطريق الصح او يساعدكم. طبعا وطبعا هذا الشخص لازم يعني تعرفوا مين عم تختاروا او لمين عم بتروحوا، اوكي. وهلا فتلكم شوي بموضوع اكثر، خليني بس احط نقطه عليها مشان ارجع عليها. It reduces stress. Okay. فأنتوا تكونوا علقانين بموضوع وتروحوا عند حدا تطلبوا مساعدة، هذا الشيء بيخفف عليكم لأنه بتوزعوا شعور الستريس على بعض. Okay. فهذا الشيء بيقلل من الستريس فيلينج، okay، أو شعور الستريس، وبيعلي عندكم البوزيتيفيتي، okay، الشعور الإيجابية إنه أنتوا بتقدروا تحلوها لأنه صار في شخص عم يدعمكم بهذا الموضوع. فهذا الشعور أنتوا ما بتفكروا فيه وقت تطلبوا المساعدة، أو يمكن أغلب الناس ما فكرت فيها من هاي الناحية أنه بيقدر يخفف من التوتر. ثاني واحدة بتبنوا علاقات، وقت تتجهوا لعند حدا مشان مساعدة، فهذا الشخص بيحس أنه أنا شخص مهم عند هذا الإنسان مشان هيك إجا لعندي. في كتير عالم بعرفهم ما بيحبوا يروحوا عند حدا ويطلبوا المساعدة منه. ليش؟ لأنه بيحسوا أنه هذا الشخص رح يفكر عنهم أنه هنا ضعاف. هذا كتير غلط. بحياتك وعمرك أنت فكرت، بحياتك وعمرك فكرت وقت حدا إجا لعندك وطلب منك المساعدة فكرت عنه أنه هو ضعيف؟ لا، أنا عندي مثلا جواب لا. بس زمان كنت تحس انه اذا انا رحت عند حدا وطلبت المساعده
راح يفكرني انه انا ضعيفه ما عم بقدر احل الموضوع لحالي او بلا 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 الى اخره. طلع الموضوع ابدا مو هيك. الشخص اللي عم تسالوه هو شخص مهم مشان هيك انتم اتجهتوا لهذا الشخص، لانه هذا الشخص مهم وهذا الشخص راح يعطيكم اللي انتم بدكم اياه. طبعا نرجع لموضوع يعطيكم اللي بدكم اياه، لانه في طرفين مختلفين من هذا الموضوع، بس راح اشرح لكم اياه اكثر. ثالث واحد يلي هي it keeps you strong، اوكي، بيعطيكم قوه، بيعطيكم دافع، مثل النقطه الاولى يلي هي انه بيخفف من الستريس، بس لانه حدا عم يدعمكم بشيء، فرح تحسوا حالكم اقوى ورح تحسوا حالكم مور بوزيتيف، رح تحسوا حالكم انه بتقدروا تتخطوا هذا الشيء شو ما كانت القصه، يعني شو ما كان من اتفه شيء. اصلا ما في شيء اسمه اتفه شيء، يعني من اقل المشاكل لاكبر المشاكل. اذا طلبتوا المساعدة وصلتوا لمرحلة انه انتوا عجزتوا، ابدا مو غلط انكم تطلبوا مساعدة. ويمكن في ناس تفكر انه شو هالموضوع التافه اللي عم تحكي فيها سارة، الموضوع اكبر من هيك. في كتير عالم بحسوا انه عيب يطلبوا المساعدة، انه هذا الشيء مو صح. مثلا في طبع بغيس انا كثير بحبه، انه مثلا بنكون ماشيين بالمول بضيع، مثلا بقول له غيس لا خلص من هون، انا عادي بندبر حالنا من هون، ما بحب يضيع وقته، بحب خلص انه straight to the point، بروح انه لو سمحت وين هذا المكان شكرا، دائما بيعملها. فانا ضليت لاحظها انه هذا الانسان ابدا انه عنده طلب المساعده مو عيب، انه بالعكس شيء حلو. شوف شريك حياتي بحب انه يطلب المساعده، يعني احيانا كثير بيطلب مساعده مني واحيانا انا كثير بطلب مساعده منه. هذا الشيء لا بيقلل مني ولا بيقلل منه، بالعكس. في نقطه حكيت عنها يلي هي انه بتبنوا علاقه، هي يمكن نقطه بيني وبين غيث بنينا علاقه مع بعض فيها، انه اثنيناتنا بنساعد بعض، اثنيناتنا بنشجع بعض. فهذا الموضوع يمكن تحسوه سخيف، بس هو اكبر من اللي نحن بنفكر فيه، انه هو بس طلب مساعدة. او اذا طلبنا المساعدة شو بده يصير؟ exactly هيك لازم يكون تفكيركم. في كتير عالم عكس هيك، في كتير عالم تفكر انه طلب المساعدة عيب، طلب المساعدة رح يقلل من نفسهم. فهي الرسالة اللي انا حبيت وجهها او اعطيها للناس اللي محتاجة تسمع هذا الكلام، انه لا تستحوا تطلبوا مساعدة، لانه كتير طبع حلو يكون عنده الانسان انه يطلب المساعدة من حدا، ما تستحوا ابدا من هذا الموضوع. هلأ على نفس الموضوع عن طلب المساعدة، بتكون تختاروا الشخص الصح. في شغلة نحن البني آدمين بنعملها، وهذا الشيء أبدا ما هو غلط، هذا فينا نقول بفطرتنا، أنه لنقول نحن ضايعين بموضوع، أو ياما نحن حطينا بموقف أنه خمس أشخاص ضدنا وفي شخص معنا بالموضوع. فهذا الشيء بيعني أنه الموضوع فيه إنا، أوكي، أنه معقول خمس أشخاص مهاجميننا على هذا الموضوع بس في شخص واحد معنا، ونحن شو بنعمل؟ بس نجي بدنا ناخذ نصيحه من روح عن هذا الشخص، لانه هذا الشخص رح يعطينا اللي نحن بدنا نسمعه. بس نحن عن جد شو بدنا؟ نحن عن جد بدنا شخص يعطينا اياها، يعطينا الجواب الصادق اللي يمكن يجرحنا، اللي يمكن ما نحب نسمعه بس هو الصح لنا. فدائما فكروا قولوا انه مين الشخص اللي اذا رحت سالته او طلبت المساعده منه رح يعطيني جواب ما رح يعجبني. أنا مثلاً هيك بفكر، أنا طبعاً بروح عند ماما أو أخواتي، لأنه هن اللي بيعطوني الجواب اللي إنه خلص، إنه يمكن ما حب أسمعه، يمكن مو أكتر شيء إن أنا حابته، بس بعرف إنه هنن عم يعطوني نصيحة أو عم يعطوني اتجاه أو عم يعطوني مساعدة بشيء أنا مو شايفته. هنن بيكونوا شايفينه لأنه طبعاً عمرهم أو الإكسبرينس تبعهم بيكون أكبر مني، بس انا ما عم شوف اللي هن عم بيشوفوه، مشان هيك بحب اروح اتجه لعندهم، لانه احيانا بيعطوني المساعده اللي انا ما بعرف انه بدي اياها هلا، بس بعدين بكتشف انه بقول اوف الحمد لله اني انا عملت اللي حكوا لي اياه. فهمت علي شلون؟ فدائما فكروا بالعالم او الناس اللي رح تعطيكم جواب ما رح تحبوه، او مو الجواب اللي انتم بدكم تسمعوه. إذ لأنه أكيد إذا أنتوا بدكم، إذا في موضوع فايتين بالحيط فيه وأنتوا حابين تعملوا شغلة بس مو مقتنعين فيها، يعني فين فيها إنه فموضوع، وأنتوا عم تفكروا بشغلة بتكون تسمعوها أو قرار بتكون ياه بس مو عارفين، بس هذا الشيء اللي رح يبسطكن، أوكي، فأكيد الموضوع هاد فيه إنه، أو القرار هاد فيه إنه، أو شو مكان فيه إنه، أوكي. فأنا مشان هيك دائما بتجي عند الشخص اللي ما رح يسمعني الشيء اللي أنا بدي أسمعه، لأنه من جوا أنا بحكي مع حالي وبقنع حالي، بعرف عندي الوعي، أعرف أنه
هذا الشيء اللي انا بدي اياه يمكن ديو انا اصلا ما كنت فكرت فيه. لو هو الصح كنت دغري عملته بدون ما اصلا فكر مرتين. فهمتوا علي؟ فهمتوا انا شو قصدي؟ ايه. فهذا اللي انا حبيت اشرح لكم اياه. فنهايه خلاصه الموضوع، اطلبوا المساعده وما تستحوا، ما تخجلوا، بالعكس لو نميتوا هالمهاره عندكم رح ترتاحوا اكثر بحياتكم. اوكي، النقطه الثانيه والاخيره لليوم هي من اهم النقاط اللي بحسها غيرت حياتي كتير مو شوي، انه حاوطي نفسك بالناس المنيحه. surround yourself with good people. اوكي، خلينا نشرحها بطريقه تنفهم اسهل. اوكي، حاوطوا حالكم مع عالم تشبهكم او احسن منكم. هي النصيحه مره سمعتها من انس. اوكي، كنا قاعدين انا وغيث وانه مجموعه كثير كبيره كنا مسافرين، ونصحنا اياها قال انه حاوطوا حالكم يا ناس مثلكم يا ناس احسن منكم. فانا ضلت براسي هي النصيحه انه اوف شو قويه. ليش؟ اسالوا حالكم ليش، انه ليه ناس مثلنا واحسن مننا؟ لانه دائما نحن المفروض طبيعه حياتنا دائما نطلع لفوق، دائما نطلع للاحسن، دائما نطلع كيف نتطور. فوقت نكون محيطين بعالم سكسسفل او عالم ناجحه، اوكي، رح نضل نعلي طموحاتنا او اهدافنا لنوصل لهي المرحله. يعني هي الطريقه انكم تحاطوا حالكم مع ناس منيحه بتشجعكم انتم تحسنوا من حالكم او تطوروا من نفسكم، شو ما كان، سواء كانت بالدراسه او بالشغل او بالجامعه، وين ما كنتوا بالعالم. وقت تحاطوا حالكم بعالم احسن منكم او مثلكم دائما رح تكونوا عم تتطوروا. اوكي، ليش؟ لانه بتبادلوا الافكار، هن بيعطوكم تشجيع. ما عم خلص واصلين لمرحله ما عم تقدروا تاخذوه، فهن بيعطوكم تشجيع، وفجاه بتلاقوا حالكم عم تتطوروا. كثير شيء حلو، لانكم انتم اصلا رح تكونوا عم تتطوروا مع بعض، انتم تتطوروا مع بعض. فدائما حاطوا حالكم مع ناس منيحه حتى لنفسيتكم. حتى هذا الموضوع بيكون له علاقه بالطاقه. انا مثلا لو كنت قاعده بجمعه، اوكي، وفي شخص متضايق، زعلان، طاقته مو حلوه، انا بحس فيها. اوكي، ما بعرف بيقولوا عني شفافه، ما بعرف شو هو المثال الصح لهذا الشيء، بس انا دغري بمتص هذا الانرجي وبتضايق، بتنرفز، انه انا بحس ان طاقتي نزلت. في عالم بيسموهم they drain your energy، يعني هنا بيشفطوا كل الطاقة اللي فيكم، كل الطاقة الحلوة. فهدول الناس اللي احنا لازم نبعد عنهم. كيف بنعرف انه هدول العالم بحياتنا؟ مثلا لنقول طلعتوا مع شخص، رجعتوا على البيت حسيتوا حالكم نكدين، حسيتوا حالكم تعبانين، مالكم خلاق تعملوا شيء، خلص بس بدكم تناموا وتخلصوا. عرفوا انه هذا الشخص طاقته مع طاقتكم مو ظابطة، انتوا الاثنين ما زبطتوا. مو يعني هذا الشخص سيء، بس خلص طاقتكم مع بعض ما زبطت. ف كمان في كثير اشياء فيني احكي لكم اياها عن الطاقه، هذا موضوع ثاني مختلف تماما. واجه في مواضيع احكي فيها. غيث هون تا اعطينا هيك. انا اجيت في اخر الحديث. ايه اخر الحديث، بس حديث كثير مهم. تتذكر وقت انس حكى لنا انه نحيط حالنا بحدا يا مثلنا يا احسن مننا؟ ايه. انا من هداك اليوم دائما بقول لك يا، لانه ضلت براسي معلقه هاي المعلومه. فشو فيك تعطينا هيك شيء انت عن جد حسيت حالك استفدت عليه، جربت هذا الشيء؟ عن شو الموضوع بس انت اللي عطيتك؟ انه surround yourself with good people. الموضوع جدا بيعني لي، لان عن جد حسب انت مين بتكون حواليه انت حياتك كلها بتتغير بالنسبه للاشخاص اللي هن الاصدقاء اللي انت عامل شله او جروب. مثلا خلينا نقول مثلا عامل شله جدا بتحب، خلينا نقول طلعات وحفلات وهيك، يعني امور انت ما دخلك فيها، انت حتصير مثلهم لا اراديا. صح. قل لي من صديقك. حاولت اقول مثال قل لي من صديقك، بس هي قاف والكاف ما عم تزبط معي مع بعض. يبقى هذه قل لي من صديقك. بلا صديقك اقول لك من. قل لي من تعاشر اقول لك من. لا، صديقك. المهم بنرجع للموضوع، فكمل. كنت عم تحكي شيء كثير حلو. لا شوف، انا اول بداياتي كنت احب صور كثير بالسوشيال ميديا، ولكن الناس اللي حواليهم كنت زمان اوكي كانوا
يستسخفوا الأمور اللي أنا عم بعملها. كثير كانوا يستسخفوها لدرجة إنه صرت حالي أنا صرت حس حالي إنه أنا سخيف، إنه أنا اللي عم بعمله مستحيل أوصل. حتى كانوا يقولوا لي إنه مش عم تعمل أنت، روح دور لك عشان روح لقي لك شيء تستفاد منه بدل الشيء الغبي اللي قاعد بتعمله. فصرت صدق كلامهم لأن ما في حدا حوالي يقنعني بعكس هذا الشيء. فضليت فترة هيك، ضليت تقريبا 6 سنين هيك. آخر شيء عدت وأخذت قرار إنه عن جد أنا كتير بحب الشيء اللي أنا عم بعمله، فبدي غير الجروب اللي أنا فيه. ما بدي أتركهم، ما بدي بطل أطلع معهم. يعني إذا هني حبوا يتقبلوني مثل ما أنا كيف حتغير تمام، إذا ما حبوا ف يعني مش بإيدي أعمل شيء. ما ناسبك هذا، هذا ما بيعني إنه هن الناس سيئين. لا 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 لا، هن هيك مثلا. في ناس بتحب يا ستي إنه أنا مثلا إنه أنا أقعد أوكي خلص أنا مثلا بشتغل شهر أوكي وخلص آخر الشهر أنا برجع بعد 6 بالليل مثلا أنا بخلص دوامي أنا فري، ما إلي علاقة بالشغل ولا إلي علاقة بأي شيء. فما ناسبك هذا التفكير وخلص. إيه في ناس بتحب هيك. في ناس بتحب لا، بتقول أنا بدي أشتغل 24 ساعة أو بدي أجرب إنه أشتغل وطلع فلوس كل يوم بدل ما طلع فلوس آخر الشهر أو حدا يعطيني فلوس. في ناس بتقلك إنه أنا ما برضى والله أشتغل عند حدا، ليش أشتغل عند حدا؟ عم بشتغل عند حالي وأنا كون حالي ولا إنه فيد حدا. في ناس هيك بتفكر. فالنوعية كتير، يعني نوعية التفكير عند الناس. فأنا يس فأنا ما كنت أحب إنه يعني كنت أحب إنه أكون أنا عم فيد حالي، مش شغل لحالي، إنه التعب اللي بحطه على حالي مش إنه على لا حدا تاني. فأني ما تقبل هالموضوع، صاروا يشوفوني كتير سخيف. فغيرت، مش غيرت صحابي، غيرت حياتي وصرت أعمل الأشياء اللي أنا بحبها. ولقيت حالك. لقيت حالي ولقيت الناس اللي بيشبهوني. وقتها أنتوا بلشتوا تتابعوني، لأن وقتها عرفتوني، وقتها سكنت أنا مع الشباب والدنيا وصار الأشياء، صاروا هني بيحبوا الأشياء اللي أنا بعملها وانا احب الاشياء اللي هني بيعملوها، فصرتوا ترفعوا من بعض. يعني صرنا نرفع من بعض. أيوة. وبعدين صرنا يعني مثلا اقول لكم شغله، انا كنت روح دائما اوكي بعد ما تخرجت من الجامعه او وقت الجامعه كنت روح دائما اقعد بقهوه بس نلعب شده تريكس كل يوم بعد الجامعه، روح اقعد 6 ساعات العب شده تريكس. فصفنت هيك بيوم من الايام قلت طب يا اخي يعني لو الله بده يعطيني فرصه انه اتعرف على حدا اوكي بالشارع، ممكن حدا مارق هيك يسلم علي اتفركش، انا اوقع اتفركش اقول له سوري حقك علي، اللي اذا بدك شيء ناقصك شيء من ابصر شو، انه اعمل كونكشنز مستحيل. انا كل يوم عم بروح بقعد بهالمكان اوكي عم شوف نفس الاشخاص، عم ضيع 6 ساعات من حياتي وما عم بقابل، ما يعني اذا في فرص انا عم ضيعها علي، عامل حالي انه ما بشوفها. هي هاي بالدين بنسميها تواكل بالتوكل. ايوه اوكي، التوكل انه نحن نشتغل على شيء ونوصل لهي المرحله بتعبنا، لانه رب العالمين كاتب لنا هذا الشيء. وعندك التواكل هو انه نقعد على الكنبايه ونقول خلص رب العالمين. ايه. هو رح بالضبط. فانا لا، انا اتجهت انه خلص انه اطلع بالشارع شو ما اعمل، ان شاء الله اقعد على الرصيف اوكي بس هيك وقف في الشارع اوكي اعمل الشيء اللي انا بحبه اوكي، والا ما يجي يوم ويصير اللي انا يعني اوصل للي بدي اياه وتعرف على ناس فهمانين اكثر مني، اكبر واعيين، بيفهموا الحياه، فاهمين الحياه، دارسين درس. يعني مش انه بس انه طلعت قهوه وقعده وابصر شو، لا كنت حب انه اتعلم. فصرت اطلع مع ناس وتعلمت الحمد لله، وهلا يعني مشي حالنا الحمد لله. يعني هذا مثال كثير كبير لعن جد قصه بتفرجيكم قديه الناس المحيطه انه حواليكم او بالمجموعه اللي انتم فيه قديه بتاثر فيكم وقديه بتنزلكم بدل ما ترفعكم. فدائما حاولوا تختاروا العالم كثير منيح، العالم اللي انتم حواليها كثير منيح، لانه هالشيء رح يغير حياتكم. نرجع بنقول لهم اوكي اختاروا العالم كثير منيح، مش معناته انه العالم مثلا اللي انتم معه مش مناح. منيحه صح؟ لا مناح، بس يمكن ما بيلبقوا لكم، او انتم بتكونوا حابين شيء بس شايفينه غلط لان انتم موجودين بمحيط هيك. صح، فهمت قصدي؟ صح. فبس انتم شوفوا شو بتحبوا وحاطوا حالكم بالناس اللي بيحبوا اللي انتم بتحبوه كمان، يعني نفس المحبه وتحبوا بعض، وان شاء الله الف صحه وهنا. شكرا كثير على مشاركتك بالفقره تبعي، بصراحه ضفت نكهه كثير حلوه.
وفرجيت العالم قديهم في مخ حلو. فشكرا كثير. خلصت الفقرة؟ ايه هي كانت خلصت الفقرة، خلصت النقطتين. ان شاء الله انت شلون حنشوف. خلصت النقطتين اللي حكينا فيهم اليوم، حكينا عن اسألوا اطلبوا المساعدة وقت تحتاجوها. وثاني وحدة اللي هي انه حطوا حالكم مع عالم منيحة. حاوطوا. حاوطي نفسك بالناس المنيحة. انجليزي معرفك. وهيك بنكون وصلنا لنهاية فقرة اليوم، حكينا عن نقطتين كثير مهمين، حكينا عن انه اطلبوا المساعدة وقت تحتاجوها، وثاني نقطة اللي غيس شرحها بطريقة كثير حلوة اللي هي حاوطوا نفسكم بالناس المنيحة. حابب اضيف شغلة. ايه. واللي هو انه ممكن شخص واحد بين اصحابك يغير حياتك عن جد. هاي يعني انا مقتنع فيها. ليش؟ لان انا بيوم من الايام ما كان عندي لا يوتيوب ولا شيء، قعد معي شخص اللي هو انس، بس ذكر انس كثير بالفقرة، قال لي انت بالبقى لك يوتيوب، انت حاول، انت اذا بتعمل هيك 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 ممكن توصل، انت كذا كذا كذا، يعني اعطاني ستيبس، قال لي اذا انت بتمشي هيك، قال لي انا شايف فيك انه انت ممكن توصل. ف الحمد لله وصلت. القعده انه فتحت لي بواب كثير، فهمتوا؟ فانه من شخص واحد اقنعني بشيء انا كنت حابه، مشيت فيه الحمد لله. شوفوا ما شاء الله يعني الحمد لله. ف 6 مليون ولا 5 6 6 المهم. فانتم ممكن شخص واحد سوري غير حياتكم. ف لما تلاقوا الفرصه اي، فهذول الموضوعين ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. طبعا احنا حكينا عن 5 قبل. والله حلو. فكل هالنقاط هلا 5 حكينا عن 7 نقاط، ان شاء الله تكونوا عن جد استفدتوا من كل هالنقاط. بكره رح احكي عن نقطتين وهيك بنكون خلصنا الفقره كامله تبع كيف تحبوا حالكم، ونكون جاهزين للسنه الجديده. ان شاء الله نكون استفدت فيكم لولا شوي انكم غيرتوا من تفكيركم، حسنتوا من حالكم او من طاقتكم. وشكرا كثير لانه بلشت الغلاظه فلازم روح.